برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ أخبارنا. فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بيخوض حاليا تدريباته على ملعب التتش استعدادا لعودة الدوري يوم الخميس اللي جاي. طبعا احنا عارفين ان الأهلي هيلعب أول مباراة ليه في الدوري الحد اللي جاي قدام أمبي بعد عودة النشاط من توقف طويل طبعا بسبب فيروس كورونا. الفريق عاد للتدريبات الجماعية امبارح بعد ما اللاعبين قدروا انهم يحصلوا على 48 ساعة راحة بسبب إجازة عيد الأضحى. حقيقة يمكن هيكون معانا زميلنا مينا ماهر نتعرف على اخر تفاصيل تدريب النهارده، وخصوصا طبعا زي ما ساره كانت لسه بتقول لعيبه بقى لها يعني لسه راجعه التمرين امبارح. خدوا بال حضراتكم احنا النهارده يعتبر العدد التنازلي بدا، يعني احنا اسبوع اقل من اسبوع يبتدي الاهلي ان شاء الله يستأنف نشاطه الرسمي او مباراته الرسميه مره ثانيه، وبالتاكيد فتره طويله جدا اللعيبه جعانه كوره، يعني الحاله المعنويه بالتاكيد خصوصا انه مشوارنا في الدوري الحمد لله كويس جدا، متصدرين بفرق كبير، عندنا قبل نهائي ونهائي وان شاء الله نهائي بطوله افريقيا، فبالتاكيد اللعيبه على الناحيه المعنويه يعني متحمسه جدا. يبقى بقى الناحيه الفنيه والبدنيه هي دي الفيصل. مينا مساء الخير. مساء الخير يا ساره، بعيد عليكم كل سنه وانتم طيبين وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي بخير. اهلا وسهلا، انت موجود في التتش دلوقتي مظبوط؟ انا دلوقتي في التتش مران النادي الاهلي الثاني على التوالي بعد توقف اجازه العيد. قول لي بقى اخر يعني تفاصيل لنا كده صوره كامله عن المشهد في تمرينه النهارده. يعني خلاص الفرقه كلها مركزه، عندنا ماتش مع انبي خلاص عد تنازلي للمباراه، مباراه ترجعنا تاني لاجواء الدوري العام واجواء بطوله افريقيا، اللعيبه كلها مركزه، يعني كل لعيب بيحاول يحط رجله في التشكيله الاساسيه للفريق، كل لعيب عايز يلفت نظر كوتش ريني فايلر عشان يثبت اقدامه مره تانيه في التمرين، خصوصا المباراه الجايه هترجع روح النادي الاهلي مره تانيه في الدوريات المحليه والافريقيه. ايه الحاجات اللي بيركز عليها ريني فايلر في التمرين يا امينه؟ كوتش ريني دلوقتي بيركز على انه يرجع اللعيبه تاني لجو المباريات، جو البطولات، خلاص لازم الفرقه كلها تركز، حتى يعني اجازه العيد كانت حوالي يوم ونص او يومين، مفيش وقت للراحه، مفيش وقت للهزار، كله جد تركيز كويس جدا في التمرينات، ان شاء الله تتوج السنه دي على خير لبطولات كتير للنادي الاهلي. مينا طمنا على حمدي فتحي، يعني مسحه كورونا الجايه مفروض امتى، وهل هيلحق كده ماتش امبي ولا لا؟ مسحة كورونا الجاية لحمدي فتحي لم يعلن عليها الجهاز الفني حتى الآن، لكن هو جاهز بالناحية الصحية، يعني ناحية الصحية هو جاهز جدا، لكن ما فيش أي معلومات عن المسحة القادمة إمتى، بس إن شاء الله تكون قبل مباراة إمبي. حالة ياسر إبراهيم آخر تطوراتها مينا؟ جهاز الطبي بالفريق اكد على ان ياسر ابراهيم اصابته مش قويه، بس هو محتاج راحه لفتره قصيره جدا، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هتشهد تعافي ياسر ابراهيم وعودته مره ثانيه للملعب. كابتن او الهيد كوتش ريني فايلر بيركز اكتر على الجانب البدني ولا على الجانب التكتيكي؟ تفاصيل التمرين النهارده لو قدرت توصفها للناس كده تديهم فكره يعني كانهم كانوا في ملعب التتش معاك، ايه اهم ملامح التمرين بتاع النهارده؟ طبعا بعد عودة التدريبات تاني بعد فترة كورونا كوتش ريني فايلر مركز كويس جدا على التمرينات البدنية، يعني عايز يرجع الفرقة تاني للقوام الأساسي ليها، يرجعها تاني للقوام البدني المطلوب عشان ضغط المباريات. طبعا انت عارف الفترة الجاية في ضغط مباريات مش طبيعي، إذا كان في الدوري المحلي ولكن وأيضا الدوري الأفريقي. مينا بنشكرك شكرا جزيلا، ودي كانت أخبار أو تفاصيل أخبار تمرينة الأهلي النهاردة.